هكذا التواصل أيها الحفل الكريم، وهكذا الانطلاقات الإبداعات في هذا المساء. المهندس راشد بن سعيد بن راشد بن يوعان الشامسي هو من يحقق الفوز وناموس الانتصار، قطع مسافة السباق في زمن وغدر دقيقتين وسبع. شكرا على هذه المشاركة. أيضا شوط آخر ينطلق من ضمن أشواط المشتركات في هذا المساء، سبع الأشواط ينطلق وتنطلق الأمال وطموح المشاركين. مقدمة الشوط بلقى خود، تتقدم أيضا حمد بن حميد بن مبارك المنصوري على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني تتقدم في هذه اللحظات أشعار بن كبينة، أيضا سالم بن علي بن كبينة هلينيبي يتقدم، لكن اللي غيرت أيضا متعبة فارس بن إبراهيم البلوشي يقدم متعبة في هذه اللحظات. يا مرحبا متعبة ويا مرحبا بهذا التقدم. بينما المركز الثاني الشاهنية محمد بن سهيل بن هي العامري احتلت المركز الثاني. المركز الثالث تقدم في هذه اللحظات والحضور من خلال تواجد أيضا هناك بلقى أسياد يقدم محمد بن سالم بن مكتوم الإليبي. متعبة 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 صاحبة الإنجازات متعبة، لكن من هي محاولاتها مستمرة بالحودة مع المركز الرابع. لا يغيب عليكم لا يهوت عليكم هذا التقدم وهذا أيضا الوصول في هذه اللحظات. الله الله، ولع الشوط ولع في هذا اللحظات وبهذا الانطلاق. متعبة على مقدمة الشوطة مع المركز الأول في هذه اللحظات وبهذا الاندفاع، لكن بن هي مع المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات مع شاهنية بن مكتوم الإنيبي مع أيضا أسياد متعبة والأسياد بن مكتوم وإبراهيم بلوشي. يا سلام اللحظات الأخيرة، ولكن أسياد صاحبة النواميس صاحبة الإنجازات، هذه هي أسياد. تهانينا وناموسة محمد بن سالم بن مكتوم الإنيبي المركز الثاني، قدمت عرض ما فيه أيضا الكفاية مشاهد العدل اللي هي متعبة فارس إبراهيم بلوشي المركز الثالث. أيضا بن حود بن هي أيضا في دخول جماعي على مستوى المركز الثالث. هذه هي نتائجنا مشاهد الكرام، وهذه هي أيضا أسياد مع المركز الأول أو السادة يقدمها مشاهد الكرام محمد بن سالم بن مكتوم الإنيبي بتوقيت ومقداره أيضا دقيقتين وثمان. تهانينا وناموس على هذا الفوز والانتصار، ومشكور يا راع أسياد أو السادة، على العموم ما في إشكالية. تهانينا لك يا بن مكتوم على هذا الفوز والانتصار.